بسم الله الرحمن الرحيم. ننتمي لهم، نؤمن بخطهم، نذكرهم ليلا ونهارا، نسير على نهجهم، نعتبرهم أقمارا ساطعة وإن كانت قد قبرت في اللحود. آباؤهم ليسوا كالآباء، وأمهاتهم ليسوا كالأمهات، وقبورهم ليست كالقبور، وذكرهم ليست كذكر أي إنسان آخر. أولئك هم الشهداء الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بالخلود، أنهم لا يموتون، فكيف هم مقبورون تحت التراب ولكنهم غير ميتين؟ كيف يكون الإنسان مقبورا مدفونا تحت التراب ولكنه يعيش؟ كيف يجمع بين الموت والحياة في الوقت نفسه؟ كيف يخلد هذا الإنسان؟ نعرف أن ثورة الشعوب أو ثورات الشعوب إنما تتفجر بدماء الشهداء، هذه حقيقة. لو لم يسقط الهانيان في 17، هاني خميس وهاني الوسطي، في 17 من ديسمبر من العام 1994، لربما لم تكن الانتفاضة. انتفاضة استمرت 6 أعوام بعد سقوطهما، لأنهما سقطا في ذلك اليوم، ولأنهما ضرجا بدم الشهادة، ولأن أعداء الإنسانية وجهوا رصاص الموت إلى صدريهما. لذلك كانت هناك انتفاضة. لو لم يسقط الشهيد علي عبد الهادي مشيمع في 14 من فبراير من العام 2011، وفي اليوم التالي فاضل المتروك، لربما لم تكن هذه الثورة. إذن هم الصاعق، دماؤهم هي الصاعق، هي الوقود الحقيقي. هذا ليس كلاما إنشائيا، ولكننا نتحدث عن وقائع وعن ثوابت وعن تجارب عشناها جميعا، ورأينا كيف أن الثورات إنما اشتعلت بفضل هذا الوقود الذي لا ينضب ولا ينطفئ. الثورات تتواصل، وقد يأتي يوم تخمد فيه، ولكن ذكر الشهداء لا ينتهي. ولذلك نحن اليوم نجتمع هنا لنستذكر ما حدث في 17 من ديسمبر قبل 24 عاما، قرابة ربع القرن، ونحن ما نزال نتذكر ونستحضر بكل وضوح ما جرى في ذلك اليوم. لم يكن الشعب على موعد مع ثورة أبدا، كانت هناك احتجاجات ربما لم يكن مكتوبا لها أن تستمر، ولكن ما أن سقطت دماء الشهيدين حتى اشتعلت تلك الانتفاضة كأكبر حركة في تاريخ البلاد آنذاك. وثم تكرر الأمر بعد ذلك في ثورتنا المظفرة إن شاء الله الحاضرة، التي نعيش أيامها وتفصيلاتها كل يوم. لو لم تسقط دماء الشهداء، لو لم تهدر دماء الشهداء، لربما نام الناس وبقوا تحت التخدير. لكن دماء الشهداء توقظ النائمين وتهز أركان الطغاة وتحرك مشاعر من لديه مشاعر، من لديه شيء من الإنسانية، أولئك هم الشهداء. لو لم يستشهد الإمام الحسين لربما لم يعرف أحد العراق ككل كبلد. لو لم يسقط هؤلاء الشهداء، لو لم يسقط الإمام علي عليه السلام مدرجا بدم الشهادة في محرابه، لربما كان للتاريخ منحا آخر. الشهداء هم الذين يوجهون التاريخ، وهم الذين يحركون الشعوب، وهم الذين يحررون الأوطان. وبدون تلك الشهادة لا يمكن أن يكون هناك تغيير، ولا يمكن أن يكون هناك من يهز عروش الطغاة والظالمين والمستبدين. والشهادة ليست حصرا على المسلمين، يعني أو على، إنما هي ملك لكل الشعوب. يعني الآن لو تفتح الكمبيوتر وتبحث عن كلمة الشهداء باللغة الإنجليزية، ستجد الكثير من الشعر والأناشيد باللغة الإنجليزية يتحدثون عن الشهداء، لأن الشهداء
هم ضمير كل الشعوب، والأمة التي لا تقدم أبناءها وشهداء على طريق الحرية لا يمكن أن تخط لنفسها مستقبلا، أن تصنع غدا مشرقا، أن تمحو ماضيها الأسود المكفهر. الآن في بلدنا نعرف أن الكثير من الكوارث، من الأزمات، من المشاكل، من الجرائم ارتكبت على أيدي هؤلاء المجرمين. من يكسر شوكتهم سوى دماء الشهداء؟ دماء الشهداء لا تنضب أبدا. وكما قال الحجاج عندما أهم بقتل سعيد بن جبير، قال: رأيت في المنام أنني أقتل شخصا ثم يقتلوني. كيف يقتل شخصا ثم يأتي هذا الشخص ليقتله؟ وبعد أن قتل سعيد بن جبير لم يلبث إلا أياما ثم لقي حتفه، فسعيد بن جبير خلد والحجاج قاتله انتهى وعنه التاريخ. وبالتالي الدماء الزاكية التي تنضح من جسد الشهيد تراحق قاتلي هذا الشهيد حتى تسقط عروشهم. وهذه حقيقة، هذا ما أثبته التاريخ في كل الشعوب، ليس في بلد دون آخر. بل أنه لربما لو لم يستشهد الشهيد السيد محمد باقر الصدر في العراق، ولربما لم يحدث ما حدث، ليس في العراق فحسب بل في البحرين أيضا، لأن تاريخ الحركة الإسلامية في البحرين وأول مواجهة بين شعب البحرين وهذه الطغمة الحاكمة إنما حدثت في بعد استشهاد الشهيد الصدر بيوم أو يومين، لأن شبابنا خرجوا محتجين، وتلك المرة الأولى التي يحدث فيها احتجاج حقيقي ويسقط فيها أول شهيد للحركة الإسلامية في البحرين وهو الشهيد جميل علي بعد أقل من شهر من الانتفاضة أو من الخروج من الاحتجاج الذي حدث في تقريبا في العاشر أو الحادي عشر من أبريل من العام 1980، والشهيد جميل علي استشهد في الخامس من مايو، أي بعد أقل من شهر من ذلك، وبعده كريم الحبشي. فتاريخ الحركة في البحرين وأول مواجهة بين شعبنا حقيقية يعني في الشوارع والمظاهرات إنما حدثت بفضل دماء الشهيد السيد محمد باقر الصدر في العراق، والعراق انتفض وواصل نضاله ضد هذا النظام حتى أسقطه. الشهيد لا يموت، ذكر الشهيد الصدر حتى اليوم قائم. ونحن أيضا نتحدث عن، عندما نتحدث عن ذكرى استشهاد الهانيين أيضا نستحضر رحيل القائد تلك الانتفاضة المرحوم الشيخ عبد الأمير الجمري، الذي أيضا توفي في اليوم نفسه كما أتذكر في 17 أو 18 من ديسمبر من العام 2006. فامتزجت الذكريان وأصبح ذكر الشهيدين مرتبطا أيضا بذكر رحيل القائد المرحوم الشيخ الجمري رحمه الله تعالى. فمن يقدم نفسه، من يعطي للآخرين، من يكون كالشمعة التي تنير الطريق للآخرين، هو نفسه يبقى نورا لا ينطفئ، نور يبقى نورا للجماهير، وتبقى دماؤه وقودا لحركة تلك الجماهير حتى تأتي على الطغاة وأنظمتهم فتسقطهم، كما سقط الكثير من أولئك الطغاة سواء في مصر أم في العراق أم في تونس أم في اليمن أم في البحرين. سيسقط هؤلاء، سيرحل هؤلاء، وسيأتي الأحرار، سيأتي أولئك الذين سحبت جنسياتهم والذين أبعدوا ظلما، وسيأتي آباء الشهداء وهم يتقدمون الزحف من أجل استلام الأمر بأيديهم. فحقا لهؤلاء خصوصا آباء الشهداء في البحرين وأمهاتهم أصبحوا هم قادة الشعب، هم القادة الميدانيين، هم القادة الميدانيون الذين يتصدرون المسيرات، والذين حتى اليوم ما يزالون صامدين وصابرين يعبرون عن توجهات الشعب وصموده، ويحثون من بقي من الأبطال خارج السجون وخارج المعتقلات على الاستمرار في تلك المسيرة المضفرة التي ستورق
ستورق شجرة، سينبت منها شجرة باسقة للحرية وللأمن والأمان ولنهاية الطغيان والاستبداد. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يمنح شعبنا النصر على أولئك الطغاة، وأن يجعل دماء الشهداء التي سفكت على مدى 100 عام الماضية، أن يجعل تلك الدماء مقبولة عنده وسبيلا ووسيلة لإقامة دولة الحق والعدل والقسط في أرض البحرين المظلومة، أرض البحرين المحتلة، أرض البحرين، أرض الشهداء وأرض الإيمان. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.